فخامة الرئيس تدخل وضحى الدم لهذه المهزلة التي يقوم بها رئيس الحكومة. يجب أن يكون للفريق الوطني حصة وازنة، خاصة للفريق السني. أنا أنبه الرئيس سعد الحريري، الله يخليكم، اللي عنده كلمة منيحة يحكيها واللي ما عنده كلمة منيحة يتسلى بشي تاني. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ضيف هلأ شو مع جورج صليبي الأحد 9:30 مساء على الجديد